في حوالي الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة 22 تموز تبلغنا عن غارات جوية استهدفت قرية الجديدة في ريف جسر الشغور الشمالي. فرقنا توجهت إلى المكان وعملت على انتشال الشهداء وإسعاف المصابين إلى أقرب مشافي، ومن ثم تابعت عملية إنقاذ العالقين من تحت الأنقاض. طبعا العملية كانت صعبة بسبب تحليق الطيران الاستطلاع والطيران الحربي. الحصيلة النهائية كانت 7 شهداء بينهم 4 أطفال من عائلة واحدة، بالإضافة إلى 14 مصاب، بالإضافة لأربع غارات جوية استهدفت هذا المكان والذي يضم نازحين من قرية زيادية. والله نايمين بالليل ما حسينا الصبح، وجه الصبح نايم ما كل امبارح حلم، وانه البيت كله فوق منه. طلعت دورت على زوجتي لقيتها والاولاد ما لقيت منه شيء، كلهم فوق الهدم كلياتهم، متوفوا الاربعه. والله انا ظهري ما بعرف ايش امراض، اشوف في لو كله فوق مني كمان. رجع ضربنا مره ثانيه، في شباب يجوا يساعدونا اثنين كمان، واحد اثنين ماتوا وواحد صاب، والله اخواتي بالمشفى ايش وضعهم والله ما بعرف. فانا هون الاولاد كثر ما خافوا شلتهم، يعني بدي طلعهم برات الضيعه من الخوف من الورع، صاروا يخافوا يصيحوا ويصرخوا خوف. ايش طلعتهم لبرا بعيد، يعني شغلت اكثر من كيلومتر. الاولاد صاروا بين الزيتون وانا وقفت على الطريق، اجانا صاروخ وضربنا. كان واقف معي شاب، الشاب اللي واقف حد مني استشهد وانا تصوبت برجلي.